أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وهذه فقرتنا الثانية والأخيرة في هذه الحلقة. بداية من الأسبوع الحالي هنبتدي تفعيل البروتوكول المشترك ما بين برنامجنا صباح دريم ومؤسسة مصر الخير لعلاج الحالات الحرجة والفقيرة بالمجان على نفقة مؤسسة مصر الخير. من النهاردة هنقدر نستقبل كل مشاكلكم على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتشوفوها دلوقتي حالا قدامكم على الشاشة. وبمناسبة التعاون ده يسعدنا أن نستقبل في الاستوديو دكتورة عبير شقوير، مستشار البحث العلمي والابتكار لمؤسسة مصر الخير. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك. طبعا يعني عايزين طبعا في البداية كده نبتدي بالحديث عن البحث العلمي في مصر، بس بما أن حضرتك يعني مستشار لمؤسسة مصر الخير، أنا عايزة أعرف يعني الموضوع عامل إزاي في المؤسسة وبتشرفي عليها إزاي؟ طيب خليني ابتدي من زمان شويه. ان مصر الخير اول ما ابتدت في 2007 كان البحث العلمي من ضمن المحاور الاساسيه اللي اشتغلت عليها المؤسسه. جميل. فهو مش حاجه جديده على المؤسسه، هو ده كان قرار من بدايه الانشاء. كنا الاول بنبتدي في البحث العلمي، بنشتغل على مشاكل حرجه، البحث العلمي اللي بيمس مشاكل حرجه. زي ايه بقى المشاكل دي؟ زي المجالات اللي هي الصحه، المية، الطاقة، الغذاء، الحاجات اللي هي فعلا يعني نشاط المؤسسة مش مقتصر بس على المساعدات وخلاص، انتوا بتحلوا المشكلة من جذورها. بالعكس، احنا مقتنعين بان تنمية الانسان مش هتيجي غير لما تنمي المجتمع بالبحث العلمي. مظبوط. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نكون منتجين للمعرفة، يعني احنا مش عايزين نبقى في مصر دولة بتستورد الحلول او بتستورد التكنولوجيات متلقية. بالظبط. بالعكس، احنا عايزين احنا ننتج الحلول ونحل بيها مشاكلنا، وما فيش مانع ان احنا كمان نساعد بيها الدول الاخرى. كويس. فبنحل مشاكلنا من خلال البحث العلمي والابتكار. الاثنين الحقيقه هما مكملين لبعض. احنا عشان يكون عندنا حل عملي او حل نقدر نطبقه لازم نمر بمراحل مختلفه، منها البحث العلمي اللي هو بينتج عنه نموذج بنطبقه، وبعد كده بناخد النموذج ده نحوله لحاجه منتج نهائي عن طريق الابتكار. بنشتغل في مشروعات زي ايه؟ زي مثلا مشكله الميه. احنا يمكن زي ما حضرتك عارفه ومعظم الناس عارفه ان احنا في مصر بنعيش تحت خط الفقر المائي. فبالتالي عندنا مشكلة مية، وخصوصا مع وجود طبعا سد النهضة والحاجات دي كلها. فاتجهنا إلى استخدام أو العمل على تمويل مشروعات بتشتغل على تحلية مية البحر. والحقيقة مية البحر أو تحلية المية بشكل عام مشكلتها أنها بتستهلك طاقة كبيرة، وإحنا برضو عندنا مشكلة في الطاقة. فاتجهنا أن احنا نشتغل على مشروعات بتشتغل على أو بنمول مشروعات بتعمل تحلية لمية البحر باستخدام الطاقة المتجددة. وبالفعل احنا بدأنا في تمويل المشروع ده من سنتين. النهاردة عندنا وحدة لتحلية مية البحر بتشتغل في محافظة مرسى مطروح بالطاقة الشمسية. جميل. ده مثلا احد المشروعات. عندنا مشروعات تانية بتعمل بنمول مشروعات لإعادة استخدام المية. احنا عندنا فاقد في المية ما بنستفيدش بيه، إعادة استخدام المية. يعني حضرتك مثلا في المياه اللي بنستخدمها بتبقى انواع، في مياه اسمها المياه الرماديه. دي اللي بتبقى خارجه من المساجد او خارجه من المدارس، اللي بنقدر ان احنا من خلال احد المشروعات نعيد استخدامها. ازاي بقى؟ في يعني الباحث طور جهاز، الجهاز ده بيعيد استخدام 80% من المياه عن طريق تنقيه المياه واستخدامها في الزراعه او في الري. طب معلش اسال سؤال، هي الجهاز ده لازم يكون بقى موجود في كل مدرسه او كل مسجد؟ مكلف يعني؟ الجهاز ده 38,000 جنيه. 38,000 جنيه. مقارنه طبعا بان انت عندك مشكله ميه، انت لازم تحليها. ما عندكيش اختيارات كتير، لان هي ميه، الميه اللي بتيجي من نهر النيل هي حصه ثابته. الحصه دي ما بتكفيناش عشان نبقى، فهو ده الحل يعني، هو في احد الحلول. بالظبط. 30,000 جنيه لو انت يعني عملتيها مره ووفرتي بيها 80% من المياه اللي بنستخدمها، وفرتي مياه كتير جدا. تمام. فبالتالي حلتي مشكلة. جميل. عندنا برضو مشروعات تانية مثلا في مجال الصحة، احنا بس هي مشكلة بس مشروعات مجال يعني اللي في مجال الصحة انها بتاخد وقت طويل شوية. طب ايه المشروعات اللي في مجال الصحة اللي بتقدمها في مصر الخير؟ لان يعني برضو احنا عندنا مشكلتين بقالنا اكتر من سنة بنتكلم فيهم، التعليم والصحة.
نقطة البحث العلمي اتكلمنا فيها كتير إلى أن كمان يعني ظهر الدستور 2014 وقال إحنا هندي حصة يعني مادية أكبر أو دعم مادي أكبر من السنوات اللي فاتت للبحث العلمي، ميزانية يعني ميزانية البحث العلمي. بتعملوا إيه في الصحة تحديدا علشان يعني تقدروا ان انتوا تحلوا المشاكل الصحيه الموجوده خصوصا في القرى الفقيره في صعيد مصر في الاقاليم؟ ايه المجهودات؟ احنا حضرتك بنمول مشروعات مختلفه، منها مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب، ده مشروع احنا بنموله من تكنولوجي. مظبوط، احنا بنمول المشروع ده من سنه 2008. طبعا زي ما قلت لحضرتك المشروعات اللي في مجال الصحه بتاخد وقت طويل علشان تقدر بكانها تطلع بدواء، لانها بتطبق طبعا على يعني الانسان، فلازم بتمر بمراحل كتيره لحد ما تبقى يعني ابروفد او يعني مصرح بان الحاجات دي تطبق على الانسان. تمام. فالحقيقة كل المراحل اللي المشروع مر بيها هم كانوا مرحلتين من سنة 2008، والمرحلتين عدوا بنجاح. احنا النهاردة بنخش على او يعني بنشوف مع الباحثين احنا نبقى في المرحلة الثالثة اللي هي هتبدأ بقى مرحلة يعني ايه ممكن تبقى المرحلة الأخيرة من المشروع. لكن المرحلتين اللي عدوا قبل كده عدوا بنجاح، وده طبعا يعتبر نجاح كبير للمشروع، وخاصة ان فريق الدكتور مصطفى السيد اللي موجود في مصر بيضاهي الفريق بتاعه برضو الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. مظبوط. فطبعا يعني ده ان شاء الله يكون في نتائج كويسة. لا الحقيقة دكتور مصطفى السيد ويعني وفريقه عاملين مجهود رائع جدا في صمت جدا، ما بيقولوش احنا بنعمل ولا احنا هنعمل ولا بيتكلموا في اي حاجة، مجرد ان هم بيشتغلوا فقط، بيقولوش اي حاجة غير كده. طيب فيما يخص بقى التعليم، وانا عايز اخد جزئية بقى في التعليم يا دكتورة، الاهتمام بالإبداع والمبدعين والمبتكرين اللي موجودين حوالينا من الأطفال، نعمل لهم إيه؟ عندنا عقول كثيرة جدا، وزي ما بيقولوا كده مفيش إمكانية إن إحنا ناخد الولاد دول ننملهم عقلهم أو نسقلهم هذه المواهب، إحنا المفروض نعمل إيه؟ أنا هقول لك إحنا بنعمل إيه في مصر الخير؟ إحنا مصر الخير في سنة 2013 بدأت إن هي تشتغل على الابتكار. كنا عايزين الأول إن إحنا يبقى عندنا بروسيس ويبقى عندنا نضوج في العمل في البحث العلمي عشان ننتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الابتكار. فأنشأنا الحاضنة التكنولوجية جسر، ودي الحاضنة بمعنى إن هي بتاخد الشباب المبدعين اللي عندهم أفكار وبتساعدهم إن هم ينموا الأفكار دي ويوصلوا بيها من نموذج مبدئي هم جايين بيه إلى نموذج نهائي أو منتج نهائي يخرج في السوق. بتديهم ايه؟ بتديهم حاجات كتير، بتديهم تدريب في ازاي يعملوا خطة عمل، ازاي يعملوا تسويق لنفسهم، بتديهم برضو يعني نصح تقني، بنجيب لهم ناس في المجال بتاعهم ينصحوهم ويساعدوهم في ان هم يوصلوا بالتكنولوجي بتاعتهم للتكنولوجي تقدر انها تبقى منتج. بنوفر لهم معامل يشتغلوا فيها. الحاضنة بالمفهوم اللي هو موجود في كل حتة في العالم، بتوفري له المناخ اللي يقدر بيه يخرج من فريق يبقى عنده شركة ناشئة ويخرج بمنتج. طيب يا جماعة تاني عشان في الجزئين اللي احنا اتكلمنا فيهم وفي حلقات تانية هنتكلم في اجزاء تانية برضو، موقعنا على الفيسبوك لو حابين ان انتوا تتواصلوا مع مؤسسة مصر الخير اذا في عندكم اي اقتراحات او اي اطفال عندهم ابداع او عندهم موهبة الابتكار او الاختراع او اي نوع من انواع الابداعات او المواهب، ياريت تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك علشان تقدروا تتواصلوا مع مؤسسة مصر الخير، هي موجودة قدامكم دلوقتي حالا على الشاشة. طيب ايه تاني حضرتك يعني بتشرفي عليه في هذه المؤسسة فيما يخص البحث العلمي؟ يعني خلينا نتكلم برضو ندخل اكتر في مؤسسة التعليم لان دي من اكتر الحاجات اللي تهمنا. هو التعليم ده الحقيقة جزء تاني، مش يعني احنا عندنا اكتر من وحدة استراتيجية داخل المؤسسة فيها التعليم وفيها البحث العلمي، ده دي وحدة ودي وحدة. لكن احنا برضو عندنا في البحث العلمي من خلال الحاضنة التكنولوجية جسر احنا بنمول بعض الابتكارات الشباب في مجال التعليم. يعني في واحد احد الشباب عمل حاجة اسمها هي شركة اسمها يعني انتر اكت، هي بتعمل ايه؟ بتحول اي سطح اي حيطة لتاتش سكرين يعني زي الكمبيوتر، وبتقدري تتفاعلي معاها من على الكمبيوتر بتاعك.
فده الحقيقة دي حاجة مبهرة يعني. ليه ما بنسمعش على الكلام ده يا دكتور؟ لا هتسمعي إن شاء الله أول ما يبقى ماتيور، أول ما يبقى برودكت موجود. ده اللي احنا بنحاول نعمله بقى، إن احنا ننوه عن الحاجات الحلوة اللي موجودة عندنا في بلدنا دي وعن الإنجازات دي. إزاي سايبين الناس دي كده وما بنتكلمش عنهم يعني؟ لا احنا خدناهم أهو بنحاول نساعدهم لحد ما يبقى عندهم شركة ويطلعوا فعلا بمنتج يقدر إن احنا نسوقه. يعني هم ممكن يكونوا جايين بمنتج مبدئي هو شغال، بس طبعا بيحاولوا يحسنوا فيه عشان لما يخرج يبقى منتج، يبقى منتج بكواليتي طبعا عالية. وإحنا بنتكلم عليه أهو. طيب حضرتك شايفة الميزانية بتاعت البحث العلمي اللي أقرها الدستور اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية كفاية؟ هي يعني مقارنة بالدول التانية هي ميزانية يعني مش ده اللي احنا بنطمح ليه. بس احنا النهاردة بنتكلم على ميزانية كانت 2% بقت 4%. 1% مقارنة باللي موجود جيد كويس، يمكن نبقى محتاجين اكتر من كده، بس نوصل الاول للواحد في المية. نوصل للواحد في المية. طيب الحقيقة احنا يعني اللي احنا نتكلم فيه ده دلوقتي ومؤسسة مصر الخير بكل يعني العاملين فيها طبعا هي عبارة عن التلاحم ما بين يعني او حلقة الوصل ما بين المجتمع وما بين الحكومة. هي بتمشي بالتوازي مع اي يعني جهة حكومية، بتعمل يعني من غير في صمت ايضا، بس مع اي جهة حكومية عشان ما نرجعش نقول يا جماعة اصل الحكومة ما ادتناش والحكومة ما عملت لناش والحكومة ما سوت لناش. لا، في ناس هي بتعمل ملاش دعوة باي حاجة وبتشتغل وزي الفل. اللي حابب ان هو يتواصل معنا يا جماعة برضو تواصل من خلال صفحتنا على الفيسبوك. مش بس بنتكلم عن البحث العلمي والتعليم والصحة والكلام ده والابتكارات وكل ده، اي حالة حرجة، اي مشكلة، اي ازمة في مدرسة، اي ازمة في نادي، اي ازمة في قرية، اي حد عنده اي مشكلة ارجوكم يتواصل معنا. وطبعا مؤسسة مصر الخير هتتبنى هذه الحالة، وان شاء الله ان شاء الله هنفضل نتابع كده مع بعض لحد ما نوصل لحل. احنا الجزء الايجابي معاكم، ومش هنتوقف عن مساعدة المواطن المصري اللي هو يعني مساعدة نفسنا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة عبير على وجودك معنا النهاردة، واكيد لنا لقاءات كثيرة. احنا سعداء جدا بالتعاون معاكم، ودي اول فقرة واول حلقة هنتعاون فيها مع مؤسسة مصر الخير اللي بنشكرها شكرا جزيلا. مرسيدي. شكرا لك مرة تانية دكتورة عبير شقوير مستشار البحث العلمي والابتكار لمؤسسة مصر الخير. مشاهدينا بهذه الفقرة انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم. بكرة إن شاء الله هتكون معكم زميلتي أسماء يوسف، وأشوفكم أنا يوم السبت في تمام 9 صباحا. فكونوا على موعد. سلام.